هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شلون الصحة حبايب قلبي؟ ورجعت لكم في هالفلوق الحلو. شوفوا ما شاء الله اليوم عندنا مطر كلش قوي، كلش قوي، يعني حتى واحد ما يقدر يسوق بالسيارة. شوفوا الجو كل شوية شكل، يعني الصبح كانت ما شاء الله شمس قوية، بعدين شوية صار هواء، وهسه ما شاء الله شوفوا يعني مطر كلش قوي. بس هنا اذا تمطر، يعني حتى لو تمطر يعني شهر كامل تظل تمطر، المي كليته يعني خلال نص ساعة كلها يختفي، لان هنا يعني ما شاء الله بنى تحتية كلش قوية، يعني هاي مال تكرمون المجاري ما مجاري، يعني التصريف كله يروح. اليوم هو يوم الخميس، وعندنا اليوم عطلة، عيد اخواننا المسيحيين. دائما عندنا بايام العطل يعني سوبر ماركت، المولات الكبيره هاي كلها يعني
مسكرة، بس المحطات الوقود يعني تانك شتيلة هذني مفتحات، والمطاعم اللي ريستورانت يعني هاي اللي هي مفتحة بس. وهسه تقريبا يعني الحمد لله والشكر يعني كورونا عندنا هواي هواي خفت الحمد لله والشكر. الله يحفظكم ويحفظ كل الناس ويحفظ هذا البلد، لأن هذا البلد بلد الإنسانية، بلد الاحترام. أصدقائي دائما يقولوا لي شو ماك أحد بالشارع، يعني وينهم الألمان هنا؟ دائما يعني ما يحبون الحياة الاجتماعية، يعني مثلا من يشتغلون خاصة بيوم العطل يروحون مثلا هاي الجازيهات، الديسكوات، النوادي الليلية، المطاعم، فهي هاي حياتهم، هي هاي حياتهم. يلا حبايب قلبي شكرا لكم، ما عليكم الا تسوون متابعه وتفعيل الجرس في قناتي، قناه عدنان الجبوري الاحسن والافضل. تحياتي لكم.